في بداياتي في مشروع القهوة أو ولادة الفكرة كانت يعني بالنسبة لي مرحلة انتقالية. أنا كنت أملك جراج، وفقني الله بعت الجراج هذا، فكنت أبحث عن مشروع يعني ما يبي له أيدي عاملة احترافية، مختلف تماماً عن الاحترافية اللي يملكونها الميكانيكيين مثلاً في أعمال صيانة السيارات. فاتجهت إلى مشروع القهوة كون أن يعني تكلفته تتناسب مع إمكانياتي المادية. فبدأت رحلة البحث عن موقع، اخترت موقع بحكم يعني قربه من سكني. بعد ما اخترت الموقع زين تبدا رحله ثانيه، يعني مرحله ثانيه خلاص تدخل بالجد على قولتهم، وتبدا في مرحله التصميم، في مرحله البحث عن الموظفين، في مرحله تجهيز المعدات، في مرحله الاحتياجات. امانه يعني انا بعد ما جزمت في الموضوع تفاجأت ان الموضوع معقد مو بذاك السهوله، يعني ما يقل تعقيده عن موضوع الجراج. يعني هم يحتاج الى ايدي ماهره، يحتاج الى معدات بجوده عاليه، عالم مختلف تماما احنا ما كنا على اطلاع عليه. يعني انا في بدايه الامر كان باعتقادي ان مشروع القهوه وهو عباره عن بن وماء تبيعه يعني وخلاص. الميزه في العمل الحر انه يوفر لك بيئه زين مختلفه تماما عن البيئه اللي انت تعيشها. يعني الانسان دائما يكون عنده بيئه اصدقاء، بيئه اجتماعيه، وبيئه الاعمال. بيئه الاعمال هذه بيئه ممتعه نوعا ما اذا الواحد يعني تعامل معها باريحيه، مو بنظره الحسد، مو بنظره المنافسه اللي على قولتهم او غيره او شيء، لا بالعكس، بيئه تكامليه تكون زين، صدقني تعيش مرتاح. يعني تجد ان هنا بيئه ممتعه جدا، بيئه يعني فعلا تكامليه، تحسس الشخص ان بالانجاز زين، مو شرط انجاز انه يكون عائد مادي، انجاز في مساعده الناس ممكن. يعني انا في اول يعني اول فتره افتتحت فيها قهوه زين كنت اشعر بالامتنان حق الشخص اللي ساعدني اللي هو يمكن اذكر اسمه احمد الرشيدي زين، فكنت اشعر بالامتنان. فبعدها فتره دخل علي واحد قال لي انا والله حاب اني افتح قهوه هني وكذي، قلت له حبيبي روح اشتغل زين، وانا وياك من البدايه للنهايه. يعني تبي رقم، تبي معدات، تبي ارقام مصممين، تبي ارقام كذا، كله انا ممكن اساعدك في هذا من البدايه للنهايه. فتشعر ان هناك في بيئه متكامله، ناس يكملون بعض. العوائق دائم قد تكون يعني عوائق خارجيه زين، مو يعني المنافسه ممكن تساهم في نجاح المشروع اكثر، بحيث انه تدفع الشخص للتجديد، تدفع الشخص للتطوير، تدفع الشخص لخلق روح المنافسه، انه يكون مثل ما تقول دائما ذهنه حاضر في مشروعه، يعني ما يتكاسل، مثابر نوعا ما في بث يعني تنشيط وبث روح التجديد في الموظفين. دائما تكون العوائق يعني من وجهة نظري انها تكون العوائق يعني خارج عن ادارتنا. مثل في كوفيد 19 يعني احنا واجهتنا عوائق كثيره، احنا دخلنا بكوفيد 19 وطلعنا بمشاكل، طلعنا بمشاكل اجار، مشاكل رواتب، مشاكل ثقه زبون، مشاكل كثيره يعني قامت تترتب علينا زين. وجدنا نفسنا احنا مثل لعبه في يد المالك، يقول لك انا والله اليوم عندك انت اجارات متراكمه نظير الاغلاق لمده 4 شهور، تدفعها ولا وقع اقرار دين. الامر هذا يعني مزعج بالنسبه لنا، الامر هذا دخلنا في مشاكل كثيره، امر عطل تراخيصنا، امر عطل امور كثيره تتعلق في العمل، قد دخلنا في مشاكل اداريه اخرى مع الجهات الرقابيه والتفتيشيه. لذلك يعني احنا الى الان ما تكيفنا مع كورونا،
اوكي فتحنا اشتغلنا، لكن على قولتهم قاعد نصد الموجه يعني الى الان. يعني كاصحاب اعمال في متوقع، الكل متوقع انه في ازمه، فاليوم اللي ما عنده راس مال يستند عليه وما عنده رصيد يستند عليه مهدد بالخساره والاغلاق. يعني انتهى الموضوع، يعني احنا ما نقدر نجامل الحساب نفسنا ونقول لا والله مشروعي زين ووضعي زين، لا انا مهدد بالخساره والاغلاق. يعني مثلا في حال استمر الوضع كذي. سلبيات كثيرة إنزين، لكن كذلك في إيجابيات يعني تعلق كوفيد 19، إنه يعني قوت علاقة الموظف بصاحب العمل. يعني لما الموظف يشوف إن صاحب العمل لا متمسك فيه، قاعد بالبيت وقاعد يعطي راتبه، هذه تخلق نوع من الحميمية بين الموظف وبين صاحب العمل. تشعر الموظف انه يعني هو صاحب عمل، هو مو موظف. نجاح المشروع هذا من نجاحه هو، من استمراريته، بالرغم من انه يعني امر خارج عن ارادتي انا كصاحب عمل والتزامي معه وفق مو عقد يعني وفق لا وفق مبادئ انسانيه. زين، قد تخلق نوع من الحميميه، اندماج يعني تكاتف في العمل لإنجاح هذا المشروع. يعني أنا بعد كوفيد 19 موظفيني زي نفسهم دخلوا الموقع لا بروح مختلفة تماما. يعني شكرا ما قصرت معانا، احنا 3 شهور ونص أو 4 شهور قاعدين في البيت، رواتبنا ما وقفت، أمور هذه كلها تبين بالعين. ممكن الشخص ما يشعر فيها، ممكن الشخص في البداية يتذمر منها طبعا، لكن أنت إذا كان عندك إصرار في إنجاح هذا المشروع زين لازم تشرك الجميع معك. نجاح المشروع مو نجاح لي أنا كأحمد المطيري، نجاح المشروع هذا نجاح حق الفريق كامل، تطوير المشروع، تطوير الفريق كامل. نصيحة يعني أرد وأقول، يعني اللي حاب يفتح مشروع قهوة مثلا، أنا شخصيا أني أدرب العمالة عندي في القهوة، أدعم مشروعك، نحط النقاط الرئيسية لإنجاح هذا المشروع، تسأل عن القهوة، أنا ما عندي مشكلة يعني أعطيك ملخص تجربتي كامل في هذا المجال، بحيث أنه يعني تفتح مشروعك على أسس صحيحة، تستفيد من الأخطاء اللي أنا وقعت فيها في البداية. بنهاية الأمر يعني اللي في عنق دين يعني لشخص يحاول أنه يرد في أشخاص